بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ولا طائر يطير بجناحيه إلا ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. من يشأ الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. من فضلك. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله
عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بالضياء من إله غير الله يأتيكم بالضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون بسم الله الرحمن الرحيم تنزع الناس لهم أعجاز نخل وعين من فضلك بسم الله الرحمن الرحيم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل بسم الله الرحمن الرحيم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر
إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد جاء وهروبه أجل حق بارك الله فيك.